هي مجددا لكافة نساء ورجال التعليم، تحية للشغيلة التعليمية. صراحة ستلاحظون اليوم مشاهد الحسرة في وجوه هيئة التدريس، في وجوه رجال ونساء التعليم. هاته الحسرة وهاته الخيبة، مردها ماذا؟ مردها أننا كنساء ورجال التعليم خضنا معركة نضالية لأزيد من 3 أشهر. من أجل ماذا؟ من أجل المدرسة العمومية، من أجل إصلاح المدرسة العمومية، من أجل إصلاح والرقي بوضع الأستاذ بصفته هو الإطار، أو الشخص، أو بصفته العنصر القادر على تغيير المنظومة التربوية، وبصفته هو العنصر الذي يحمل ثقل هذه المنظومة التعليمية الفاشلة. من أفشل هذه المنظومة التعليمية؟ الإجابة واضحة، الذي أفشل المنظومة التعليمية في المغرب هم الحكومات والوزارات المتتوالية، أو التي توالت على تسيير هذا القطاع منذ القدم، منذ 10 سنوات، الذي تكالب على قطاع التعليم وعلى رجل التعليم بالخصوص هو الحكومات المتوالية التي استهدفت ضرب الصورة الرمزية للأستاذ. نجحوا في هذا الأمر بمعية نقابات العار والذل، واللي غتبقى هذه المعركة التاريخية اللي خاضوا رجال ونساء التعليم. 290 ألف أستاذ خاضوا معركة التاريخ تكالبت عليها النقابات الحقيرة من أجل إفشال هذه المعركة، ومن أجل ضرب الصورة المعنوية لهيئة التدريس. والحساب والعقاب غيجي من بعد مع هذا الرباعي أو الخماسي الفاشل الذي استهدف تحقير وتنقيص الوضع المعنوي للأستاذ. المطالب ديالنا في هذه المعركة كانت واضحة منذ بدايتها، ألا وهي سحب ذلك النظام الأساسي المشؤوم، النظام الأساسي اللي جاء من أجل تكريس الوظيفة بالعقدة، ومن أجل تكريس وضع الهش للأستاذ عن طريق إقصائه من كافة التعويضات التي منحت لباقي الفئات في هذا النظام الأساسي، ومن أجل كذلك إتقال الكاهل ديال الأستاذ بمجموعة من المهام كان فقط في قدم الزمان يقوم بها بشكل تطوعي بدون أي تعويض. جاء النظام الأساسي اليوم من أجل تكريسها وتكريس مهام أخرى وبدون أي اعتبار معنوي ولا مادي لرجل التعليم، لرجل القسم، لرجل القسم أسميه، لأن النقابات اليوم في حواراتها واتفاقاتها مع الحكومة التفت على هيئة التدريس وأطر الدعم. احتالوا، وأقول هناك عملية نصب واحتيال من طرف النقابات الذل
النقابات الحقيرة التي دخلت للتوقيع. اليوم النقابات ولا عندهم توقيع مع الحكومة إنجاز. ويا للعار يا للعار باش يولي قيادي نقابي كيتلدد بالحلاوة ديال أتاي اللي تعطاتو في الحكومة وهو يوقع وبابتسامة عريضة بابتسامة عريضة تتلددون بطعم الحلوى وبطعم التوقيع. نعم وقعتم فهنيئا لكم. الشغيلة التعليمية اليوم لها حساب معكم في قادم الأيام. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.